حيث قال المؤرخ اليوناني هيرودوتس أن مصر هبت النيل حينما رأى هذه الدلتا التي تمتد على طوال البلاد وسماها دلتا، وذلك تيمنا بالحرف في اللاتيني دلتا. منذ زار مصر منذ هذه السنوات، الآن بات هناك العديد من الناس الذين يسكنون هذا الوادي الآن مجدين في العمل ومارسوا الزراعة الكثيفة طوال ضفاف الوادي. لكن هناك أمر آخر يتغير في شتى أنحاء العالم. في العقود الأخيرة وللمرة الأولى في التاريخ خرج توازن المياه عن حياده، وبات ذلك يهدد المدن ويهدد توريدات الغذاء ويهدد الاقتصاد، بل ويهدد البيئة برمتها. واللجنة الحكومية المعنية بتغيرات المناخ حددت النقاط الأكثر تأثرا وقالت أنه بحلول نهاية هذا القرن ربما قد تغطي مستويات ارتفاع سطح مياه البحر الدلتا، وهذا سوف يؤثر على مدى إتاحية وتوفر المياه العذبة. في العام الماضي تضافر العالم كله في مصر، وذلك في مؤتمر الأطراف للمناخ 27، وبفضل سعادة الرئيس المصري ورعايته وبالإضافة إلى تعاون الكثير من الأشخاص الحاضرين هنا في هذه القاعة، نجحنا في أن نضمن العديد من الموضوعات المعنية بالمياه على أجندة المياه. ونحن الآن نتجهز ونتحضر لمؤتمر الأطراف القادم. إن التخفيف من تحديات المناخ والتغير والتكيف مع تغيرات المناخ، في الواقع تغيرات المناخ تعلي عن نفسها من خلال المياه. الكثير من المواطنين يجابهون هذه التغيرات وتأثيرها، وذلك من خلال احتكاكهم باستهلاك المياه. ينبغي أن نفكر للحظة، إذا كنا نود أن ندفع بهذا الأمر قدما، معظم العمل الجاري حاليا يحاول أن يركز على الحلول الهندسية والتكنولوجية، والكثير من البلدان بدأت تستثمر بالفعل في أنظمة الإنذار المبكر والأنظمة المضادة والمكافحة للجفاف، بالإضافة إلى أنظمة الزراعة الذكية. لكن علينا أن نتحلى بالدراية أنه كلما زادت الحلول الهندسية والتكنولوجية كلما ازداد احتياجنا لها. نحن نحاول أن ندفع بهذه القاطرة قدما. يجب أن نتكيف مع تغيرات المناخ، وهذا يتسنى من خلال الحفاظ على ما لدينا من مخزونات من المياه العذبة التي تشكل حماية لنا ضد موجات الجفاف، بالإضافة إلى تقنية تخزين مياه هطول الأمطار. 99% من المياه العذبة تخزنها الطبيعة بالفعل، علينا فقط أن نحول دون استنفاد هذه الموارد، وعلينا أن نتحول إلى ممارسات زراعية جديدة من أجل أن نحول دون تدهور التربة. ثانيا، لن نتكيف مع تغيرات المناخ إلا إذا جعلنا الماء هو الذي يقود تحركاتنا وقراراتنا بشأن الزراعة والأنشطة الأخرى، وهكذا نخطط للصناعة ونخطط لبناء المدن. لا يمكن أن نواصل زراعة المحاصيل العطشة في الصحراء، ولا يجب أن نواصل بناء المدن في الأماكن المعرضة للسيول والفيضانات، ولا يجب أن نترك المحاصيل تتعرض لملوحة وتملح التربة. يجب أن تقودنا المياه في قراراتنا وفي اتخاذ قراراتنا الاقتصادية. هذه تغيرات ثقافية ضخمة ربما قد تستلزم تغيير أنظمة الحوكمة وتغيرات في المجتمع والعديد من الاستثمارات الضخمة. وأخيرا، ومن الصعب أن هذا يتطلب أيضا تغييرات في الدعم الذي نمنحه. هولندا وهي بلد الدلتا الذي أتيت منه تتأثر أيضا بتغيرات المناخ وتعاني منها، ولدينا سيناريوهات جديدة ناشئة ومتوقع أن مستويات سطح البحر قد ترتفع بمتر واحد إن لم يصل الأمر إلى مترين ونصف. وفي هولندا كافحنا الكثير من التحديات المتعلقة بالمياه، وذلك على مدى قرون.
نحن بدأنا في استخدام تقنيات التصريف وبناء أيضا القناطر، لكن مع استمرار موجات الجفاف وارتفاع مستويات سطح البحر لم يعد بمقدورنا أن نكافح الطبيعة وتغيراتها. نحن نعتمد حلولا طبيعية، وبدأنا في اعتماد ممارسات جديدة. وفي وقت مبكر من هذا العام اعتمد البرلمان الهولندي مبادئ توجيهية جديدة تحكم كل مجالات اتخاذ القرارات. ما من طرف يمكن أن يحقق ذلك منفردا. دعونا نتضافر، نحن سعداء للغاية لأن مصر وهولندا بينهما تعاون ثنائي دائم حتى الآن على مدى 47 عاما. في منطقة الساحل الشمالية وكفر الشيخ زرنا مؤخرا الكثير من الحلول الطبيعية التي أقيمت في وسط الكثبان الطبيعية، كثبان الرملية الطبيعية. لقد اندهشت من هذه الحلول الطبيعية والتي وفرت فرصا للعمل للرجال والنساء في المجتمعات المحلية، واستلهمت الكثير من الخبرات من المهندسين المصريين الذين استفادوا وسخروا الطبيعة بدلا من أن يكافحوها ويقاوموها. نحن على استعداد لتسخير ما لدينا من خبرات ومعرفة، بالإضافة إلى استعدادنا للتعلم من خبراتكم. ما من طرف يمكن أن يحقق أمرا منفردا. في الواقع أسعد لأنني أشهد الكثير من الوفود الإفريقية هنا في هذه القاعة، فإفريقيا قد قادت الكثير من الأعمال الملهمة خلال المنتديات الدولية المختلفة. دعونا نواصل التضافر معا من أجل إيجاد الحلول. فما من طرف يمكن أن يحقق أمرا منفردا. دعونا نضافر قوانا هنا في هذا البلد. البلد تشهد وجود الدلتا، وسوف يكون هناك قاعة تتناقش حول الدلتا وأمور المياه، وسوف دعونا نجعل المياه في القلب من قراراتنا المتعلقة بالتكيف مع تغيرات المناخ. هنا على ضفاف النيل الرائعة دعونا نضافر القوى من أجل أن نحافظ على هذه الثروة. شكرا جزيلا.